ومن هنا أن تكون لعرض حصيلة العناوين الفلسطينية والإسرائيلية لهذا الأسبوع. نشرة في موقع عرب 48: الاحتلال يحقق مع ذاته باستشهاد المسعف رزان النجار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيفتح تحقيقاً حول ملابسات استشهاد المسعف رزان النجار برصاص قناصة الاحتلال خلال فعاليات الجمعة العاشرة من مسيرة العودة بقطاع غزة. وفي صحيفة القدس: السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل تهاجم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي. هاجمت هيلينغال السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي مايكين أورين على خلفية تغريدة له عبر تويتر أدان فيها الموقف الفرنسي بشأن المقترح الكويتي أمام مجلس الأمن بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين. وفي صحيفة هآرتس: عدة قذائف صاروخية سقطت في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاقها من قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تشخيص حالتي إطلاق من غزة، الأولى تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية، والثانية على ما يبدو سقط في الأراضي الإسرائيلية على حد زعمه. وفي موقع والله العبي: عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي: استشهاد المسعف رزان النجار في غزة جريمة بشعة على يد قناص إسرائيلي. وفيها آرتس: إسرائيل وبريطانيا تعزيز العلاقات التجارية والأمنية وخلافات حول إيران وفلسطين. أما في واينت: الطائرات الورقية تجدد الحرائق بغلاف غزة. وفي وكالة معا: دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى أوسع مشاركة في كل مناطق التماس والاستيطان في الخامس من حزيران وتنظيم الاعتصامات أمام المقرات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وحرية واستقلال شعبنا وحماية أمام الجرائم المستمرة ومواصلة الفعاليات ليكون يوم الجمعة يوم غضب ويوما للقدس عاصمة الدولة المستقلة والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لمن استطاع الوصول. وفي دنيا الوطن: وزارة الإعلام ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال. استذكرت وزارة الإعلام السنوية 51 لنكسة شعبنا التي أكملت فصول القهر بعد 19 عاماً من النكبة والتطهير العرقي، وأكدت أن بدء العقد السادس لهذه الذكرى السوداء يقدم للعالم رواية الظلم والعدوان والقهر التي يتعرض لها شعبنا بموازاة إرهاب لأطول وآخر احتلال في العالم ممتد من القرن الماضي. وفي وكالة وفا: عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات الفلسطينية لمحاسبة الاحتلال وإنهائه. وفي وكالة سوا: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر في المسيرة المحمولة على أن الشعب الفلسطيني يرفض احتلال القدس ومحاولات الإدارة الأمريكية في فرض واقع جديد. وفي موقع والله: 8 حرائق في غضون ساعتين، لا يتوقف رعب الطائرات الورقية في محيط غزة. أما في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: جيش الاحتلال يزعم لم نطلق النار على رزان النجار بشكل مباشر. وفي وكالة وفا: الرئيس يوقع على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية. وعودة إلى عرب 48: في النقب هدم العراقيب للمرة 129. واصلت السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية لاقتلاع أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وأقدمت آلياتها وجرافاتها بحماية من الشرطة على هدم مساكنها للمرة 129 على التوالي، وشردت أهلها وأبقتهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة وشهر رمضان الفضيل صباح يوم الخميس. وفي صحيفة معاريف: وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية: إذا الأوروفيزيون وهو مهرجان الغناء الأوروبي لم يجري في القدس فلا يجب أن يكون في أي مكان آخر في إسرائيل. وقالت الوزيرة أن إسرائيل هي من تقرر أين يكون هذا البرنامج فيها، وإذا لم يكن بالعاصمة على حد قولها فمن الخطأ دفع مبلغ 50 مليون شيكل من الأموال العامة لهذا الغرض. وأخيرا في صحيفة هآرتس: إذا لم يكن مهرجان الأغنية الأوروبية الأوروفيزيون في القدس فلا حاجة لأن يقام في إسرائيل أصلاً.